السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لجميع المتابعين الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذا المتابعين الكرام، واحد الصحيفة البريطانية مشات لمخيمات تندوف، دارت لقاءات مع عناصر من المرتزقة وأكدت داكشي اللي كنت كنقولو سابقا على أنه حالة من الرعب واليأس تسود داخل صفوف المرتزقة. فمتابعين الكرام، غادي نقرأ لكم هنا شنو كتبت الصحيفة. في نفس الوقت كاين واحد الأضحوكة، واحد الموضوع غبي من طرف المرتزقة، مضحك اللي ما عرفش انهم من كيفكروا هاد الناس. يعني من المفترض انهم صرفوا عليهم اكثر من 500 مليار دولار. ما كاينش شي ميليشيات في العالم اللي صرفت عليها هاد المبالغ الطائلة مثل هاد المرتزقة، ومع ذلك الغباء في الغباء. وداكشي اللي ديك المثل اللي كيقول الحاجة اللي ما تشبه مولاها حرام. كبرانات أغبياء ما كيفكروش، ما عندهم عقل، فبالتأكيد المرتزقة غادي يكونوا على هذه الحالة. على كل، نمشيو للموضوع ديالنا وغادي تفهموا. كشفت صحيفة التلغراف البريطانية في تقرير ميداني أنجزته بمناطق تواجد مرتزقة البوليزاريو بتندوف أن حالة من اليأس، استروا على اليأس، تجتاح مقاتلي المرتزقة بعد العديد من الإخفاقات التي يواجهها قادة البوليزاريو على المستوى السياسي. وفي هذا السياق قالت الصحيفة البريطانية إن استعمال المغرب لطائرات بدون طيار فرض على عناصر البوليزاريو تغيير نهجهم في محاولة الدخول للمنطقة العازلة. وأشارت الصحيفة البريطانية أن من بين الطرق، سمعوا الفضيحة عباد الله، هادو صرفوا عليهم 500 مليار دولار، شوفوا كيف يفكروا. وأشارت الصحيفة البريطانية أن من بين الطرق التي أصبح ينتهجها مرتزقة البوليزاريو في محاولة للدخول للمنطقة العازلة دون التعرض للقصف القاتل من الطائرات المسيرة المغربية بعد خروجهم من الصحراء الجزائرية ومحاولة دخولهم إلى المنطقة العازلة، سمعوا، هي الانتقال في الصحراء ليلا على متن مركبات تويوتا. الله أكبر. وخاسدي، لكن يقومون بإطفاء أضواء السيارات بالكامل وتغطية لوحة القيادة بلاصقات مطاطية حتى لا يتم رصدهم من طرف المسيرات خلال تجولها في السماء. يا سبحان من خلقكم. انا ساليت هادشي، انا غادي نشد هاد القناه وغادي نمشي في حالتي، عيت ما ندير في الفيديوهات. قال لك غادي يدخلوا الصحراء المنطقه العازله ليلا ويطفيو الضواو ديال السيارات اللي هي تويوتا، وبهذه الطريقه ما غاديش تشدهم الدرون. الله اكبر. واش غادي نقول لكم، انا تسالالي، ما بقى عندي ما نقول، انا ما بقى عندي ما نقول، لان هذا المستوى ديال الغباء متابعينا الكرام ما يفسره هو انقطاع المؤونه ديال الحليب والبطاطا والسميد وما جاورها من المواد الاساسيه، اللي دوله الفقاقير ما بقاتش قادره على انها تزود المرتزقه بهذه المواد، لانه احنا كنشوفوا شنو واقع عندهم، منها الازمه الطارئه ديال القويه الكثيره المتفاقمه ديال هذه المواد الاساسيه. وبالتالي احنا كنعذروهم على هذا المستوى ديال التفكير ديالهم، اللي يعني يدل على ان هذا الجماعه ديال المرتزقه فعلا حمير في حمير، ومن يدعمهم بغال، واسمحوا لي على هذا المصطلحات. فمتابعينا الكرام، ايضا عيد نحلل عيد ما ندير في الفيديوهات ديال الانيماسيون 3 دي، هيت من بيين كيفاش الدرون كتخدم. والو، قال لك غادي يدخلوا المنطقه العازله ليلا، اوكي، وغادي يطفيو اضواء السيارات بالكامل. واخا سيدي، ايوا شغادي نقول لكم وصافي. المهم متابعينا الكرام، ما يهمنا في الموضوع وما قالته وما اكدته صحيفه التلغراف البريطانيه على ان حاله من الياس والرعب تجتاح هؤلاء المرتزقه. ودائما أقولها، هذا التنظيم يتجه نحو الانهيار، فشل متواصل، فشل على المستوى الدبلوماسي، فشل على المستوى الميداني. قالوا، أعلنوا أنهم يعني دخلوا في حرب، وكيقول لك أقصاف يومية، وكيقصفوا كذا وكيقصفوا كذا. حنا دابا شحال باقي لينا على 13 من نوفمبر؟ قالت لينا 3 أيام. حنا دابا في 10، قالت لينا 3 أيام، يعني 3 أيام غادي تمر السنة، سنة كاملة على البيانات ديال المرتزقة.
وأنا أتحداه من هذا المنبر أشنو حققت على أرض الواقع. بدل البكاء والعويل والمغرب يضربونا والمغرب يقصفونا والمغرب كذا والبيانات ديالكم الوهمية والسنة عباد الله وعام ديال البيانات عام ديال البيانات عام عرفتوا شنو هي عام ديال البيانات؟ عام ديال البيانات راه خصك تكون دابا وصلتي للولايات المتحدة الأمريكية كتنفذ الإنزلاص ديال نورماندي كديروها في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه هي عام ديال البيانات. يا المكلخين يا الجهالة يا الحمير يا البغال كنقول البغال كنتفكر ديك البغال ديال عبد المجيد حاشاكم اللي عطاه الرئيس الإيطالي زعما اش غادي نقول لكم وصافي. مادام الكبرانات كيفكروا بهذه الطريقه فمحظورين ان المرتزقه كيفكروا بهذه الطريقه ايضا. متابعينا الكرام ولا عيس مندوي كنحمد الله على اننا عندنا عدو بهذا الغباء صرفوا عليهم الملايير مئات الملايير من الدولارات عباد الله ما قدروا يديروا خرجوني لبات التكتيك العظيم غادي يدخلوا المنطقه العازله وطفي الديوان صافي حلوا المساله ديال الدرونات. السلام عليكم صافي غدا غادي يدخلوا لينا الاكاديه ويدخلوا علينا الرباط ويدخلوا علينا طنجه ويحتلونا يديروا كذا. متابعينا الكرام انا غادي نخليكم انا رعيت عيت ما دائما الغباء غباء غير مسبوق شي كيجينا مع النظام ديال الكبرانات وشويه كتجينا عاود من عند هاد المرتزقه. متابعينا الكرام اراكم في فيديو قادم عفوا واللي تسهر غادي تبندر من الاخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.